أرجع لشكل ومنظومة التدريس داخل جامعاتنا، وعندنا أكتر من نوع من أنواع الجامعات أو التعليم في مصر، ومنافسة قوية من الجامعات الخاصة والدولية وما إلى آخره. فهنا البعض بقى طرح قال لك لا، إحنا محتاجين إنه نعيد النظر حتى في زي ما قلت قواعد القبول، وكمان العدد اللي بيدخل والمقابل، وإني أصفي ومش أي حد يبقى، يعني مش لازم يكون عندي خريج جامعي وملوش مكان في سوق العمل، على قد ما أنا أنتقي وأقلل في الأعداد علشان يبقى عندي جودة في المخرج التعليمي في النهاية. احنا بين خاصة التعليم يعني يا سيادة الوزير من الآخر. لا، هو التعليم طبقا للدستور هو حق. التعليم في مصر 22% منه فقط هو الخاص، التعليم العالي 78% حكومي. ال 22 الخاص منهم حوالي 5% في الجامعات الخاصة كلها مجتمعة، أقل من 5%، 4.5 تقريبا، والباقي في المعاهد العليا 157 معهد خاص. إذا التعليم الحكومي بيشكل النسبة الأكبر. لو أنا قللت الأعداد اللي بتقبل علشان فرص العمل ما هياش كتيرة، أعتقد أنا بظلم أجيال. طيب نرجع لدي ونشوفها. نسبة مش عارف أقولها، اللي هي الانرولمنت، اللي نسبة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من الشريحة العمرية ال 18 ل 22 سنة اللي هي بتطلب التعليم العالي، النسبة دي في مصر 30%. النسبة دي في الشرق الأوسط 28% الأفريج متوسط. المستهدف على مستوى العالم 40%. النسبة في أوروبا 68%. لو حللنا الأرقام دي نلاقي إن إحنا في المعدل الطبيعي عديدة، لو نزلنا يبقى بنظلم شبابنا. لكن هو السؤال، هم ليه ما بيشتغلوش؟ بقول لك إحنا كده مظلومين، لأن بيطلعوا في تخصصات بشتغل مش في غير تخصصي وفي أو دراستي، أو بجودة السوق بيراها غير طيبة. هو ده اللي عبينا، هو ده شغلنا. إحنا دلوقتي المنظومة الحالية حددنا ودرسنا وشغالين على كده. الجامعات والتخصصات اللي بنبتديها جديد سواء في الحكومي او في الخاص، في التخصصات اللي احنا اكثر احتياجا اليها بنعدل الهرم المقلوب، بنعمل حتى في المناطق المحرومة. احنا عندنا 6 محافظات في مصر تم رصدهم ان هم محرومين من فرص التعليم الحقيقية الحكومية، اللي هي محافظات جنوب وشمال سيناء، المطروح، البحر الاحمر، الأقصر والوادي الجديد. 6 محافظات ما فيهمش أي مؤسسات تعليم حكومية. طيب ليه؟ عشان كده عملنا جامعة العريش جامعة حكومية السنة دي. الأسبوع القادم بنضع منشآت جديدة عشان نفصل جامعة مطروح، وهكذا. فإحنا بنتوسع ما بنقللش، بس بنتوسع بشكل مرشد في الأماكن الصح، في التخصص الأكثر ملائمة واحتياجا في سوق العمل. بس في شق استثماري برضو في الموضوع، يعني في حاجات بمقابل، يعني لك ما عادش التعليم مجاني، يعني أنا بدفع برضو مقابل حتى لو حاجة بتشيل حاجة في الجامعات الحكومية. يعني مش عارف بيدفع ايه، ده مصروفات الطالب حوالي 150 جنيه في السنة. مصروفات الطالب في التعليم الحكومي في الجامعات حوالي 150 جنيه، والمدينة الجامعية الإقامة في الشهر بالأكل 3 وجبات بكل حاجة بحوالي 150 جنيه. يعني طب محتاجين نزود ده؟ الدولة بتدعمه بقوة بالتأكيد، بس هو جزء من الدور التكافلي الاجتماعي، إن ده موجود والتعليم الخاص موجود والتعليم الأهلي داخلين فيه بقى. يعني هما 3 أنواع من التعليم. التعليم الأهلي اللي هو يكاد يكون بيقدم الخدمة بتمنها مع هامش ربح قليل يستثمره في زيادة موارده وإمكانياته وبنيته الأساسية. فإحنا داخلين ب5 جامعات أهلية لهذا التعليم اللي هو بفلوس، بس بفلوس قليلة، بالإضافة للتعليم الخاص اللي النهاردة كان عندي قبل ما أجي لحضرتك مجلس أعلى للجامعات الخاصة، ناقشنا عديد من الأمور، وناقشنا كمان فيها الدور التكافلي المجتمعي للجامعات الخاصة. لكن